بمناسبة شهر رمضان المبارك أطلقت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة نور دبي حملة التسامح العلاجية لعلاج أكبر عدد ممكن من المرضى مرضى العمى حول العالم، وذلك بإنشاء مخيمات علاجية إن شاء الله في 2019. وهذا مثل ما ذكرنا مهم جدا لهؤلاء المرضى المحتاجين الفقراء، وهي حملة إنسانية. فنحن ندعوكم للمساهمة والمشاركة في هذه الحملة بفعالية وبقوة إن شاء الله لمردودها الإيجابي لعلاج هؤلاء المرضى. فندعوكم بالمساهمة والمشاركة بإرسال رسائل نصية قدرها قدر بسيط 50 درهم إن شاء الله، وممكن يعاد تكرارها للمساهمة، وإن شاء الله يكون يعني هذه في ميزان حسناتكم إن شاء الله في رمضان المبارك وتضاعف فيه الحسنات.